إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بيك في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. هنتكلم النهاردة عن تربية البادجري داخل أقفاص الكوكتيل. هل ينفع أخلي القفص بتاع الكوكتيل لو أنا عندي قفص مثلا سبير زيادة، هل ممكن أستفاد منه وأخليه مطار أو أخليه قفص كبير شوية للفروخ اللي عندي بتاعة البادجري إنها تطير فيه لحد ما تكبر وبعد كده أبدأ أبوبها؟ الإجابة لأ، ما ينفعش وممنوع ومرفوض تماما. ليه بقى؟ هنشوف في الفيديو ان شاء الله اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي فيديو لعصافير حصلت لها مشكلة، والصورة اللي قدامكم كمان مبينة هي المشكلة. القصة ان القفص بتاع الطيور كل قفص بيكون له مقاسات معينة ستاندر معمولة على اساس الطير اللي هيتحط جواه. على سبيل المثال لو انت مثلا قفص كوكتيل، المسافة اللي بتكون بين كل سلكة والتانية بتكون واسعة لان طبيعة العصفور اللي هيتحط جواها حجمه كبير فصعب ان هو يخرج. على عكس بقى عصفور البادجي، ما ينفعش ان يكون في نفس القفص بتاع الكوكتيل تحط البادجي. ليه او ايه المشكله اللي هتقابلنا؟ زي ما انتم شايفين كده او الصوره اللي احنا كنا حاطينها والفيديو اللي هيتعرض كمان دوت هيبين لكم المعلومه بالكامل. كنا اتكلمنا قبل كده عن القفص المناسب للتزاوج بالنسبه للبادجي، تقدروا ترجعوا للفيديو دوت هيقول لكم ايه انسب قفص للتزاوج. بالنسبه بقى لو انت لو عاوز تعمل سلاكه ده امر تاني مختلف. اهم حاجه لازم تاخد بالك منها لو انت عاوز تحط قفص كمطار ان السلك بتاعه يكون ضيق ويكون مناسب لطبيعه العصفور اللي انت مربيه. يلا بينا نشوف الفيديو سوا. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده ده اول فيديو معانا. العصفور بتاع البادجي كنت محطه في قفص، كان عندي قفص زياده بتاع كوكتيل، خرج وقعد يطير فوق الاقفاص. طيران العصفور دوت بيعرضني انا لمشاكل كتير واخطار انا في غنى عنها. زي ايه؟ زي اول حاجه ان العصفور دوت روح انا مسؤول عنه، ممكن العصفور ده بسبب عدم توفر اكل وميه له على مدار مثلا ال 12 ساعه او 13 ساعه او الله اعلم هيفضل موجود لحد امتى لحد ما ارجع له، ممكن يموت بسبب عدم وجود اكل وميه، وبالذات الميه لان الجو لسه حر برده مش قد كده، يعني لسه الجو ما بقاش برد، فالعصفور ممكن ما يستحملش العطش ويموت. ده حاجه. ممكن ياكل اي حبوب انا باستمرار بستخدم مطهرات للمكان وللارضيات، ياكل اي حبايه عليها مطهر او حاجه فتعمل له مرض معوي او تسمم ويموت في الحال. ده غير ان العصفور طيرانه جوه المكان بتاع التربيه بيفزع الاجواز الشغاله ايا كانت الاجواز اللي انا بربيها ايه والعصفور اللي موجود، يعني تبقى حاجه محبوسه في قفص وعصفور تاني طاير في المكان يخلي التخصيب بتاع العصافير وتخلي العصافير نفسها ممكن تهجر العش. ولو ده كمان العصفور اللي طار دوت كانت نتايه وانا مجهزها مثلا الموسم ابقى انا خسرت النتايه دي. المكان اللي انا بربي فيه زي ما انتم شايفين كده انا بربي في اوضه الارتفاع بتاعها لسه السقف لسه عالي وفي فوق عندي جبسون بورد، كان ممكن العصفور يخش جوه الجبسون بورد ده ويتكهرب او ياكل اي حاجه من الاسلاك ويتكهرب او يتحبس جوه سلك وما يعرفش يخرج، وانا طبعا مش هقدر اعرف العصفور راح فين، هيبقى بالنسبه لي العصفور اختفى. ولو انت كمان بتربي بقى في بلكون هيبقى العصفور خرج ومش هيرجع لك تاني خلاص. فدي ميزه انك تكون بتربي في مكان يكون محكوم ان العصفور لو طار منك لا قدر الله تعرف تجيبه بسهوله. ده اول فيديو معانا. تاني فيديو معانا بقى يلا بينا نشوفه سوا. اهو العصفور دوت ده فالو اللي كان خارج قبل كده، ده فرد عصفور نورمال. الفالو طبيعته بيبقى عصفور حجمه قليل شويه عن العصفور العادي، فكان الاولى ان الفالو هو اللي يعرف يخرج، ولكن هنا حصل العكس، العصفور الفالو هو اللي اتعلق لان كده عصفور الفالو حجمه اكبر شويه من العصفور الثاني، فتعلق هو مش عارف يخرج وراسه عمال بيحاول اخرجه ومش عارف، هو عاوز يعضني وانا بحاول اساعده ومش عارف لحد ما هخليه يسيب القفص ويطلع راسه. طبعا ده غلط، ممكن يعمل مشاكل للعصفور، لو قدر على فتره على كده ممكن يموت بسبب الحبسه وربطه راسه على مكان معين، وممكن يموت بسبب الجوع او الحاله النفسيه بتاعته ممكن تسوء بسبب الحبس، العصفور ممكن من الحبسه حالته النفسيه تسوء ويموت. اهم حاجه بعد ما يطير كده ويرجع تاني في مكانه ابص بطمن عليه وابص على رقبته وبشوف شكله عامل ازاي. بالمناسبة العصفور اللي على اليمين دوت ده البينو فولل واللي على الشمال دوت سكري بلاك ايز. ده بالنسبة لعصافير البادجي. يبقى انت كده بالنسبة لك ما ينفعش انك تخلي عصفور البادجي يتحط في قفص كوكتيل نهائي. عاوز تعمل مطار يبقى اعمل مطار بالابعاد القياسية وبمسافة السلك المناسبة للعصفور اللي انت بتربيه. هتربي عصفور كوكتيل يبقى تخلي السلك بتاعه فتحة واسعة مفيش مشكلة. هتربي عصفور بادجي يبقى لازم تكون الفتحات ضيقه. لو هتعمل بقى مطار كمان او سلاكه لحاجه زي الكناري الكناري او الحسون او الزبره يبقى لازم فتحات السلك تكون اضيق كمان من كده. كل نوعيه عصفور بيكون لها ابعاد
ومواصفات للسلك اللي بيتعمل منه القفص بتاعه، فلازم نرجع للشروط والقواعد اللي خاصة بكل عصفور، وده بيكون عارفه اللي بيبيع الاقفاص او اللي بيعمل الاقفاص. فانت بس مجرد انك تقول له انا عاوز ديت السلكة ديت للعصفور الفلاني، هيقول لك ان دي مناسبة له او لا. وانت بعينيك انت ممكن تشوف السلك بتاعه ضيق ولا لا، العصفور ممكن يخرج منه ولا لا قبل ما تشتري. اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت وما تقعش في المشكلة ديت. انا بالنسبة لي عشان المكان مقفول، ما الحمد لله ما فيش خسائر وبتابع الطلب باستمرار، فما تحاولش انك تجرب الموضوع دوت عندك على طيورك عشان لا قدر الله ما تخسرش اي عصفور. اتمنى تكون استفدت من الفيديو قدر الامكان. تحياتي لكم جميعا في رعاية الله.